هلا بيكم فقرة الفاشن برنامج سيدتي. اليوم حتكون معايا مصممة المجوهرات دانا حوراني اللي استوحت آخر مجموعة ليها من أدراج جداتنا. هلا دانا، حابة أرحب فيك في برنامج سيدتي. طبعا أنت مصممة مجوهرات تستوحي أغلب أفكارك من المجوهرات العتيقة، تقدري تقولي لنا عن بداياتك؟ بلشت تقريبا من سنة ونص، تقريبا سنة وخمسة أشهر. صرت عاملة ثلاث كولكشنز، مجموعات. آخر واحدة هي أكثر واحدة يلي ثبتت البراند، وحسيت إنه أكثر واحدة بتمثل الهوية تبع البراند. طب قولي لنا القصص، من فين استوحيتي افكارك للمجموعه الاولى والثانيه والثالثه؟ اول كولكشن كانت كل قطعه مستوحيه من شيء، او بلش الديزاين من بس اشتري الحجار، يعني على اساس الحجار بعمل الديزاين، او بلش بالديزاين او بالفكره او من الاستوحه وبشتري لها حجار وبرجع بعملها، يعني اي برديوس ات. ثاني كولكشن اجتني الفكره انه بدي اعملها التروبيكال رين فورست يلي هي الغابة المطرية، ومنها عملت نبات وحيوانات واشتريت لهم احجار وهيك. ثالث وحدة استوحيت من قصة، يعني هاي القصة يعني كانت تعني لي اكثر بكثير من اول اثنين، فقررت انه كمل بهالطريقة. يعني ليش عملت لك القصة الأخيرة أكثر شوي؟ قصة شخصية مش بس لإلي، بحس انه كل العالم بيقدروا انه to connect، يعني يكونوا لهم ذات الشيء. وهي انه اكثر شيء مستوحيه من فكره النساء بالعالم، انه حتى الجنريشنز اللي قبل، يعني جدودنا وامهاتنا وستاتنا، انه كانوا كلهم، يعني في منهم كانوا يشتغلوا في منهم ما يشتغلوا، بس كانوا كلهم يعطوا من قلبهم، يعني يربوا عائله، يشتغلوا بالبيت بدون مساعده بالبيت. في منهم يعني كانوا مستقلين مثل ما نحن هلا مستقلين وبيتكلوا على حالهم وكل شيء. كان بدي ضوي على هيدي، على هول النساء وومن امباورمنت، اعطيهم. كيف ضويتي عليهم؟ شخصيا ستة انا، اوكي، كمثل، وستة كانت تخيط ومصممة ازياء بجنوب بلبنان. كان عندها 8 اولاد، ربت عائلة واشتغلت، كانت تشتغل ليل نهار وعمرت بيت من شغلها. كنت انا وصغيرة كمان وقت نروح نزورها كنت افتح جارورة وشوف كل الاغراض اللي بجارورة، مثل الخشتبان، الادوات يلي بتخيط فيها. عملت مثلا ابرة وخيط، حلق ابرة وخيط، لانه كل شيء ادوات تخيط. ومثل ما قلت لك الخشتبان مثل اللي لابسته، وحجر الشك يلي بيستعملوه بالخياطة. قولي لي أكثر على تفاصيل المجموعات، إيش الماتيريالز اللي استخدمتيها، ألوان الأحجار، وكمان القصات اللي اخترتيها للكولكشن؟ الماتيريالز هن 18 إيراد ذهب من كل الألوان، ومن الأصفر والأبيض والروز. والأحجار استعملت زمرد، استعملت سافاير، زفير، وتورمالين، بلو توباز، وسترين. يعني اللي بلاقيه بالسوق اللي بيعجبني بشتري وبستعمله. وايش اكثر الماتيريالز اللي مرت حبيت تشتغلي عليها في المجوهرات؟ اول كولكشن بلشت شوي استعمل سيلفر جولد بليتد، هلا ما بعمله، هلا اكثر عم بعمل بس ذهب. كيف تحسي المرأة تقدر تلبس مجوهراتك؟ الطريقة اللي I designed my jewelry إنه يكونوا يلتبسوا بالنهار بالليل مع شو ما كان، يعني كتير سهلة تلبسيهم لأنه منهم كبار، منهم بلكي، ففيك تلبسيهم layered يعني فوق بعض. هذا أحلى شيء أصلاً دي الأيام، الليرينج.
وحتى الخواتم مثلا هول اثنين اوكي بس انا بحب البسهم فوق بعض، فيك تلبسيهم لحالهم او فوق بعض، في عندي خواتم غير فيك تعملي لهم ستاكينج، يعني بتقدري تلبسيهم وتشتغلي بذات الوقت، يعني مش تحسي حالك مربوطه ومش مرتاحه، يعني اهم شيء عندي اول شيء انه تكون مرتاحه هي ولبستهم وتقدر تلبسهم كل يوم. وايش حتكون خطتك الجديده؟ هلا حزيد قطع على جرور التيتا، حضلني زيد قطع ليخلصوا الافكار. بعدين بدي افكر بكولكشن جديده. شكرا دانا على وقتك، صراحه مره حلو انه تشوفي مجوهرات كذا شكلها عتيق بس هي عصريه اكثر. شكرا كثير. وعوده لكم زميلاتي في استوديو سيدتي.